توضأ بماء الغيب إن كنت ذا سر، وإلا تيمم بالصعيد أو الصخر، وقدم إماما كنت أنت إمامه، وصلي صلاة الفجر في أول العصر، فهذه صلاة العارفين بربهم، فإن كنت منهم فانضح البر أو البر بالبحر. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طيب الكلام والنغم، نقدم لكم نفائس الأدب الرفيع وذخائر السماع الصوفي الروح البديع، سائلين الله أن يوفقنا، وإلى حلقة جديدة. انتقال الإنسان من أودية الضلال إلى صعيد الهداية يتم بأحد طريقتين أو طريقين، طريق الإنابة أو طريق الاجتباء والتعريف بكل منهما. الحكمة الثامنة: إذا فتح لك وجهة أو وجهة التعرف فلا تبالي معها أن قل عملك أو إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إليه، وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك. يمكن أن يرقى الإنسان من هذه أو من وهدة الضياع والضلال إلى صعيد الهداية ومعرفة الله من خلال أحد طريقين لا ثالث لهما. أحدهما يتجه به الإنسان إلى الله، وهو طريق طويل وشاق، يبدأه الإنسان بغرس حقائق الإيمان وأركانه في عقله، ثم يوجه قلبه إلى محبة الله وتعظيمه والخوف منه، ثم يقبل أو يقبل إلى أوامر الله عز وجل فيأتمر بها، وينتهي عن المنكرات التي حذر منها، ويستعين على ذلك بالإكثار من ذكر الله والإكثار من تلاوة القرآن. والنتيجة التي ينتهي إليها سالك هذا الطريق هي تضاؤل الدنيا شيئا فشيئا أمام بصره وبصيرته، وتعاظم الآخرة وما فيها شيئا فشيئا في نفسه وفؤاده، فيهتم لما هو مقبل إليه أكثر من اهتمامه للدنيا التي يعبرها ويمر بها. وهذا الطريق يسمى طريق الهداية والإنابة. ثانيهما طريق يتجه به الله إلى العبد، أي فالطريق الأول يكون بالبدء فيه منك إلى الله كما قد بينت لك أو بينت لك، أما هذا الطريق الثاني فيكون البدء فيه من الله إليك، ويسمى طريق الاجتباء. يكون الإنسان في شروده وبعده عن الله منصرفا إلى أهوائه ورغائبه الدنيوية، وفجأة تدركه رحمة من الله تعالى لسبب من الأسباب التي قد لا يعلمها إلا الله، ويتجلى الله عليه تجلي لطف وإيقاظ فيجذبه إليه ويسمو به إلى صعيد معرفته فحبه وتعظيمه، وقد يتم ذلك كله في لحظة واحدة. ويعبر البيان الإلهي عن هذين الطريقين للخروج من التيه والضلال إلى الهداية والرشد بقوله عز وجل: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. اجتباء وهداية أولهما يكون باصطفاء وجذب من الله عز وجل لمن شاء من عباده كما قال، وثانيهما يكون بإنابة فيسير من
فسير من العبد إلى الله تعالى خلال طريق طويل من المعارف والطاعات والأذكار والقربات، وارتباط الاجتباء بمن شاء الله أن يجتبيهم ويجتذبهم إليه، فيه دلالة على أن الإنسان ليس له أي دور في اختيار هذا الطريق، وإنما هو خصيصة واصطفاء من الله لمن شاء. والطريق الثاني الذي سماه الله طريق الإنابة والهداية هو الذي أناطه الله بسلوك الناس واختيارهم، وتأتي الهداية في أعقابه ثمرة لجهادهم وجهودهم. ابن عطاء الله يلفت النظر في هذه الحكمة إلى الهداية التي قد يكرم الله بعض عباده عن طريق الاجتباء. فابن عطاء الله السكندري رحمه الله يلفت النظر في هذه الحكمة إلى أحد هذين الطريقين، وهو طريق الاجتباء الذي يأتي نتيجة اصطفاء من الله لبعض عباده، فينتشلهم في لحظة واحدة من أقصى أودية الضياع والبعد عن الله إلى أعلى قمم العرفان والقرب من الله عز وجل. يقول: إذا فتح لك، أي الله عز وجل، وجهة من التعرف، أي نافذة يعرفك من خلالها على ذاته، وذلك بعامل من عوامل الجذب والفتح التي تطوي الأزمنة في لحظات أو دقائق معدودة، يغنيك الله بها عن دراسة تستغرق أشهرا أو سنوات فلا تبالي معها إن قل عملك، أي فلا تعجب عجبا قد يزعجك أو قد يزجك في ريب من أنك قد بلغت هذه الأوج من التوجه إلى الله والتعلق بها، دون أن تستعين على ذلك بكثير من العبادة والنوافل والأذكار والقربات كما هو الشأن في العادة. ذلك لأن طريق الفتح الإلهي مختلف عن طريق السير الإنساني، وهو جل جلاله ما فتحها، أي تلك الوجهة، لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك، أي إلا وهو يريد أن يعرفك على ذاته. وهذه الإرادة الذي أو التي شرفك الله بها من شأنه أن تملأ كيانك معرفة وحبا وتعظيما له ومهابة منه، حتى وإن قل أو فقد قبل ذلك عملك المقرب إلى الله. ثم إن ابن عطاء الله يقارن بين الطريقين قائلا: ألم تعلم أن التعرف هو مورده إليك، والأعمال أنت مهديها إليه، وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك؟ أي تأمل كم هو الفرق كبير بين سلم الأعمال التي ترقى بها إلى الله وجلها لا يخلو من الشوائب والحظوظ، وبين الألطاف التي تهبط وترد إليك من حضرة الله عز وجل. لا شك أن قوة الجذب في هذه الألطاف الإلهية الهابطة إليك أجل وأفعل من قوة الطاعات الصاعدة منك إلى الله. هذا هو باختصار الفرق ما بين ما ترسله إلى الله من قربات وأعمال وما يرسله هو إليك من تجليات وألطاف. وتلك هي الخلاصة السريعة لمعنى هذه الحكمة، ولكن فلنعد إليها بشيء من هذا التفصيل. في التاريخ الإسلامي كثير ممن جذبهم الله بنقلة واحدة من التيه إلى الرشد، ومن الشرود إلى الالتزام، ومن محبة الأغيار إلى محبة الله عز وجل. في أصحاب رسول الله منهم كثير يفد الأعرابي الجلف من البادية إلى المدينة، فما تكاد عيناه تبصران الرسول الكريم، وما تكاد أذناه تسمعان شيئا من نصائحه وحديثه، حتى يتحول وهو في مجلسه ذاك من حال إلى أخرى،
تغيب عنه جلافة أو جلافة طبعه وقسوة قلبه، ويولد ولادة جديدة في كل ما يتعلق بدخائل نفسه، ثم لا يخرج من مجلس رسول الله إلا وقد عزفت نفسه عن الدنيا، وفاض قلبه حبا ومهابة لله عز وجل. كثيرون هم أولئك الذين نقلوا من أصحاب رسول الله إلى صعيد الالتزام والرشد عن طريق الاجتباء السريع، لا عن طريق التربية والممارسة الطويلة. وفي الناس الذين جاءوا من بعد من اجتذبهم الله إليه عن طريق الاجتباء، فانتقلوا من الانحراف الشديد إلى الاستقامة التامة طفرة وبدون توقع. منهم الفضيل بن عياض الذي تحول خلال دقائق في جوف ليل مظلم من فتاك قاطع طريق إلى متنسك رباني، فرغ قلبه من كل شيء إلا من تعظيم الله وحبه والخوف منه. ومنهم عبد الله بن المبارك الذي كان مولعا بالطرب والسماع والعزف على الأوتار، بعيدا عن الالتفات إلى أوامر الله وحقوقه، فما هو إلا أن تحول في سواد ليلة واحدة هو الآخر إلى نموذج عجيب ناذر للعالم الرباني الذي جعل دنياه كلها فداء لرضا الله عنه وسبيلا لقربه منه. ومنهم مالك بن دينار الذي تحول فجأة من شرطي يتعاطى اللهو والسكر إلى واحد من كبار الربانيين الذين كانت تغشى دروسه الآلاف، وهدى الله على يديه الكثير من التائهين والمارقين. ومن المهم أن نعلم أن سبيل الاجتباء هذا ليس وقفا على أجيال أو على عصور بعينها، بل هو سبيل مفتوح في كل عصر إلى أن تقوم الساعة. أي إن لله عبادا من النساء والرجال يجتذبهم إليه من التيه إلى الرشد في كل عصر وربما في كل بقعة وسقعة. كان لي جار مسرف على نفسه ممعن في ارتكاب المبيقات، وكان يعشق الخمرة، لابد أن ينال حظه منها في كل ليلة، ولم يكن بينه وبين الهداية أي جسر أو خيط ممتد، إذ كان كل ما حوله وكل من يتعامل معه من شأنهم أن يزيدوه بعدا عن الله وإمعانا في اللهو والآثام. وصباح ذات يوم دخلت المسجد كالعادة لأداء صلاة الفجر، وإذا بي أرى العجب الذي رأته عيني ولم يصدقه عقلي. رأيت جارنا السكير يجلس في الصف الأول جلسة إنسان متبتل متعبد ينتظر إقامة الصلاة. وهكذا تحول الرجل في ظلام ليلة واحدة إلى واحد من أفضل من عرفت رشدا والتزاما وحبا لله وبغضا للمنكرات. كانت اليد التي جذبته هي يد الله، وكانت البداية التفاتة لطف واجتباء من الله الكريم. وقصة أكثر من الناس، منهم الرجال والنساء الذين تحولوا واللائي تحولن إلى طريق جديد من الحب، ولكنه حب الله، وإلى جاذب جديد من الشوق، ولكنه الشوق إلى الله، بل إلى سكر جديد من العشق، ولكنه عشق الذات الإلهية. إنها هي الأخرى قصة الاجتباء الإلهي، كانت اللفتة الأولى من الله، وكانت اليد الأولى هي يد الله، وكان الحب الأول هابطا إليهم وإليهن من الله. وصدق الله القائل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. ولكن
حذاري من أن يقول قائل من التائهين والشاردين عن صراط الله إنني أفضل الوصول إلى الله والاستقامة على الرشد بهذا الطريق، طريق الجلب والاجتباء، فذلك أيسر وأسرع، ذلك لأن أمر الاختيار في هذا عائد إلى الله وليس عائدا إليك. ألم تتأمل في قوله يجتبي إليه من يشاء، أي من يشاء الله اجتباءه؟ فما أدراك أن الله عز وجل قد شاء لك هذا الاجتباء. ولا يقولن قائل أيضا فما هو مصدر هذا الحظ الذي يناله بعض الناس دون بعض؟ مصدره فضل الله الذي يؤتيه من يشاء، على أن الذي أحبه الله فاجتباه إنما أحبه لخصلة أو خلق أو سبب ما علمه الله منه ولم تعلمه. ثم إياك أن تفهم قول ابن عطاء الله فلا تبالي معها إن قل عملك على أو على غير وجهة، وإليك المعنى الذي يريده هنا ابن عطاء الله والمثبت في كتاب الله، الذين يجتبيهم الله عز وجل ممن حدثنا عنهم أو حدثنا عنهم وذكرنا نماذج منهم، لا يشترط في اجتباء الله لهم أن يأخذوا أنفسهم بمقدمات من العبادات والقربات أو الأوراد والأذكار، كما هو الشأن بالنسبة لغيرهم ممن يأخذون أنفسهم بأعمال التزكية، بل إن الله ينتشلهم من وهدة الضياع والتقلب في حمأة المعاصي طفرة وبدون مقدمات إلى صعيد العرفان والالتزام، ويمتعهم خلال دقائق وربما لحظات بتزكية النفس والفؤاد. فإذا استقر بهم الحال على هذا الصعيد الذي جذبهم الله إليه أقبلوا إلى أوامر الله ووصاياه ينفذونها أو ينفذونها ويلتزمون بها، واتجهوا إلى العبادات والقربات والأذكار يستزيدون منها، هذا فضلا عن ابتعادهم التام عن المحرمات والمنهيات كلها. فالحديث هنا عن قلة العمل وعن عدم أهميته وأهمية فقده، إنما هو بالنظر إلى حال هذا الإنسان قبل أن يجتبيه الله. هل العمل والتوبة عن المعاصي أنذاك مقدمات ضرورية؟ هي ضرورية للذين يريدون أن يسلكوا سبل الهداية بجهود وأسباب يبدأونها من عندهم، وهو الشأن بالنسبة لأكثر الناس، ولكنها ليست ضرورية بالنسبة لمن اجتباهم الله ونظر إليهم نظرة لطف واصطفاء. فقد رأيت كيف نقل الفضيل بن عياض ومالك بن دينار وأمثالهما من أقصى أودية التفلت والشرود إلى أعلى درجات الرشد والالتزام دون واسطة من قربات أو أدعية أو أذكار أو أي مقدمات من الطاعات، ولكنهم ما إن ذاقوا لذة معرفة الله ونعيم القرب منه والحب له حتى شمروا عن ساعد الجد وحملوا أنفسهم أعباء كثيرة من العبادات والطاعات، ولم يكن يصلح شأنهم بعد التحول السريع الذي أكرمهم الله به إلا بذلك. فإياك أن تفهم من قول ابن عطاء الله هذا ما يحلو لبعض محتر في أعمال الإرشاد ومهامه أن يفهموه من أن الذين اجتباهم الله لهم خصوصية من القرب والحب تغنيهم عن كثرة الطاعات والعبادات والتنزه عن المحرمات تلك، أو تلك هي وساوس الشياطين لأوليائهم من الزنادقة، وهي وسوسة تناقض الحقيقة تماما. مستمعينا الكرام، إلى أن نلتقي على وتر جديد، أرجو لكم أطيب الأوقات وأصفى المسرات، مع الشكر الجزيل لطاقم البرنامج حسن العثماني في الهندسة والإخراج وياسين بوجيدة في التصوير. نستودعكم الله وإلى اللقاء.